انها راح تعمل تورن اوفر، وحاليا التورن اوفر تتعاقب عليه بابل شوت على 3 بوينتس الروعه، مش معقول هالثقه الموجود. صاروا 20-20، هذا رقم مش سهل، رقم مش سهل. عموما دبل جونسون بيحاول يعمل درايف، جود باس، اكسترا باس رائع، اندرسون درايف، بيلعبوا باسكت بول حلو حلو حلو، من اجمل الفرق اللي بتلعب باسكت بول لغايه الان بالفاينل 8. نعم لاعب اسمه كارفل اندرسون 32 سنه بياخذ الجامب شوت، صاحب 32 سنه بيسجل. لا فكره نسبتهم 3 من 7 اوريدي، 2 من 7، لكن 3 بوينتس على مسؤوليتي انا. روعه 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 جمشيدي، وبرافو لشهرداري غورغان بطل ايران، ايران 3 مرات عم بيسكر الفارق. نرجع من جديد، 6 نقاط لجمشيدي العادله فارق في المباراه بالنسبه لغورغان، 46-43، ولكن حاليا اندرسون بيضرب من الداون تاون، وفريق اسيتانا بيلعب ماتش اب اكثر، لذلك 3 بوينتس قادمه، 3 بوينتس على الطريق، راح تتسجل 3 بوينتس للفريق الكازاخي. لا ميد رينج، وهنا 2 بوينتس، صارت 9 مرات بطل الكاس بيطلبها اندرسون. واو نايس كات، جود كاتش، بيج بوكيت، واو 3 بوينتس هايله جدا، مش معقول هذه 3 بوينتس، يا ريت تشوفونها، يا ريت تعطوني اياها من جديد. لا 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 عمل هيك، هو عم بيعمل رن، هو عم بيعمل رن حلو هالكات، كاتش شوت 3 بوينتس والكرة سويش، وعنده فل في مكان مقنع. دافون جونسون انت الهداف الكبير على 3 بوينتس، هيز اون فاير.